العلم من جاس مقدار الفتى والأصل ما هم لو يبقى أصيل بل علم من جاس مقدار الفتى والأصل ما هم لو يبقى أصيل ما يهم الشمس غيمة الشتاء نورها يظهر لما الغيمة تميل والظلم لو جاس أو شد وعتى ما يطول عمر كل ظالم قليل والظلم لو جاس أو شد وعتى ما يطول عمر كل ظالم قليل وشوف الخير عايش من متى مستحيل الخير يفنى مستحيل صاحب المعروف يكفي يا فتى عمر ثاني عيش بالذكر الجميل صاحب المعروف يكفي يا فتى عمر ثاني عيش بالذكر الجميل وزنت العدل ترجح كفته واللي راد العدل ما ضل السبيل العلم من قاس مقدار الفتى والأصل ما هم لو يبقى أصيل ما يهم الشمس غيمة الشتاء نورها يظهر لما الغيمة تميل اسمع يا ولد هذا ابوك لفة علمه بكل شيء صار يلا جاني وما زين يبا انت لفيت يا ولد انت وين يبا والدنيا مقلوبة من عقبك مقلوبة ليه وش صار انا اقول لك يبا ليه مقلوبة اسمع اليوم خلاص اسمع شوي تعال جاي اقول لك لا تحكي ما له لزوم يا ولدي ايه شلون ما له لزوم ما انت قلتي يبا فاليوم خلف جه على الغدير وقعد يتلصلص هناك وحين كانت امي وشمه يغسلين الغسيل كان وده يخطف شمه ويهرب بيها من الديره كلها معقوله يا ولد اذا ما انت مصدقني يبا اسال امي يكفي يا ولد اقول لك يكفي عاد لا ما يكفي لزوم ابوي يعرف بكل شيء يبا وحين امي اعترضته قام دفرها وغلط عليها وش اللي تقوله يا سلامه وانت اللي تعين تحكي بعد الزم يحدك لا تصدقهم يا عم قلت لك فوتي البيت ولا خلي عمك يذبحك تفهمين يبا وقامت امي تنادي على الصوت واستغاثت بالعرب وسمعت هلا وجمعت رجال والحقنا خلف وظلينا نطارد بيه نطارد بيه نطارد بيه وهو يطخ علينا لكن يبا قدرنا له وقدرنا نخلص شمه من بين يديه الخاسي ليه ما ذبحتوه خلصتونا منه أمي ما رضيت يوبا وعرضت حالها وصارت بيننا وبينه وخلته ينهزم وخوف لنا من بلي بدمه وين راح الحين؟ كأنه فل من الديرة ولا راح يحتمي عند العمرجة العمرجة؟ إي يوبا أنت ما تدري أنه يشتغل عند العمرجة؟ إيش لعاد؟ أنا أعرف شغلي مع رجة شفت يا أبو سلامة؟ شفت وش يسوي صديقك رجة؟ شفت شلون يحمي خلف؟ ويحرضه ينهزم بشمه؟ زين زين رجع دبارته عندي حين يعود للديرة ليه؟ هو ما هو بالديرة؟ ايه ايش سمعت من الناس؟ ايه لعاد الشغلة بينت رجع يتفق مع خلف على هالسوا هذه ويغادر الديرة لجل ما حد يسأله عن اللي صار ايه انا الحين فهمت وش السالفة
آخ، وبعدين ما عاد شي هالدنيا. ليه ما انت منصفيتني؟ هو أنا وش سويت؟ أنا وش أطلب منك غير الستر وهداة البال؟ ليه تعانديني هالدنيا؟ ليه؟ كل ما قربت أمسك بطرف الخيط، خيط الهنا وراحة البال يفلت من إيدي. وش أسوي بحال الحين؟ هربت من الشقة وجيت الأكثر منه. الظهر المقادير والحظ كلها ضدي، والمصيبة هالمصيبة اللي بلتني بها جازية مرت عمي مفلح، وش أسوي بها الحين؟ الظهر ما بيحد يقدر يساعدني لأجل أثبت براءتي. الظهر إن كلهم ما هو عاجبهم وجودي هان، ولجل هيج أنا مالق عاد بعد اليوم بالديرة. لازم أرجع للمكان اللي كنت بيه. النار بحد أمي ولا جنت الأهل والقرايب. قلت لك خلاص يا جازية، حين يعود رجع أنا تحاسب معه وأخله يوقف خلاص عند حده. وأنا وش يصبرني الحين ما يعود رجع؟ وش ودك أنا ساوي؟ أنا كل خوفي الحين إن خلف هذا يعاود يسوي نفس الشيء، أنا ما عدت أأمن له. يعني شوري علي وأنا نفذ؟ أنت من باكر تاخذ معك رجال وتدورون خلف بالديرة والمراعي. ودك أنا أذبحه يعني؟ لو كنت ودي إياه ينذبح كان خليت أولادك يذبحه. زين زين، هذا يصير من باكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ها وش سويت؟ خلص يوبا، خلف ما عاد له وجود بالديرة كلها. شلون؟ دورت يوبا وسألت عنه الرعيان بالمراعي، وبالذات الراعي اللي يشتغل عند العم رجا. وش قالوا لك؟ قالوا لي انه تارك الديرة وما هو راجع لها بد. وش اللي يؤكد لنا انه هذا الهرس صحيح؟ انا توكدت يوبا، حيث انه رعيان العم رجا هم اللي قالوا لي ووكدوا لي. شلون؟ خلف نبلغهم انهم يقولوا للعم رجع حين يعاود انه يعتذر منه ومن الشغل عنده، وانه ترك الديره وما هو راجع الهبد. زين لعاد، هذا الخبر زين، المهم خلصنا منه ومن همه. قدومك أعطاني أمل بأن أخلص من عيشتها الصعبة عن جازية، وبعدين اختفيت. يا ويل حالي من بعدك يا أخوي، يا ويل حالي. ليه كل ما يجيني الأمل بخلاصي من عيشتي مع جازية يختفي من قدام؟ خلف جه نمس وانخذل خاطره بغياب، ومن قبل شداد، شداد ذاك الفارس اللي ظهر لي بيوم
ورمى هالوعد بإذني وقدام عين ومعاد له ظهور. شداد شلونك يا شمع؟ الله يسلمك. وين انت يا شداد؟ العذر منك يا شمع، احس اني خذلتك مده من الزمن، لكن يشهد الله اني ما نسيت الوعد. ماني مصدق عيوني، ماني مصدق، دوبني كنت اتذكر بيك والومك على غيابك. بلعون، ما يطول غياب بعد الحين. العاد هذا اللي صار علينا هالسالفة، ما هي صحيحة. خلف ما يساويها، وما كون رجع إذا ما كانت هذه السالفة من مفلح ومرته جازية. أنا أوريك يا مفلح. تراني ما توخرت من خاطري يا شمع، اللي صار معي هو اللي وخرني. ليه؟ وش اللي صار معك؟ أنا من يوم أعطيتك الوعد بني أخطبك وتزوجك على سنة الله ورسوله، عودت وبلغت أبوي بالأمر، وفكرت أنه يوافقني بالحال، لكن لقيته يفاجيني بكلام ما فكرت به من قبل. وش هو هالكلام؟ لقيته راجع من سفرة عند حدا الشيوخ، وجايب معه بنية لحدا الشيوخ، وده يزوجني إياه. بنية؟ إيه، لكن عاد أنا رفضت هذا الأمر، تمشكلت مع أبوي، هو يريد يزوجني بنية وأنا ما أقبل، وحين قلت له إن عارفك ودي أطلبك رفض، وقال لي هذه ما تصير له. وبعدين وش صار؟ اللي صار إنه هو ظل على رأيه وأنا ظليت على رأيي، وكل يوم يجي أحس بالحرج من يمك، وأقول لحالي شو إني وعدتك ما قدر أوفي بوعدي، ومرض بالفراش. مرض؟ إيه، ما كان أحد يعرف دواي غيري، كان دواي أنت يا شمع. تعافيت بعد أبوك ما وافق؟ يا ليت يا شمع، يا ليت، لكن ظليت طريح الفراش المدة اللي بعت بها عنك، الحين الكريم ما أخذ وداعة أبوي مني. مات؟ راح مطلع عليه بعد موته بأيام، صرت أتعافى، صار أمري بيدي، والمال والحلال اللي خلفه أبوي صار كله لي. ومن بعدها طرح تمرش على بعض قرايبي ووافقوني على اللي ودي إياه. قلت بالأول أجي مديرتش وقابلك وأشوف إنك بعدش على العهد ولا لا. هظلني على العهد وأكثر من أول، وإن بأمري ما نسيته ولا نسيت وعدي، لكن ما خفيك الأمر إني خفت عليك وزعلت عليك كثير. وش صار معك؟ ترى روحي فداك وقدمها لك من غير حساب. تسلم الروح ورعيها، لكن ما أدري وش أعلمك ولا وش أقول. بلعون ما يرتاح لي بال غير لما تعلميني. هسمع يا رجا، تراك بمراح بيتي، وانت سمعتني كلام، لو ما كنت بمراح بيتي ما اسمح لك بيه ابد. انت تستاهل كل الكلام القاسي، الا يذكرك انه لك عشيره ولزوم تحترم رايها. انا احترم عشيرتي زين، لكن انت مدري وش اللي سلطك علي. انا ما تسلط على احد، ما غير اللي ما يساوي بعوايد الناس، الزوم يقف عند حده ويلزمه. لا اشوفك ودك تكثر هرج وما ودك نتفاهم. بعد اللي سويتوه انت وحرمتك بخلف ما ظل تفاهم بيننا، والأيام جاية وكل واحد يعرف قيمته بهالديرة. سلم عليك يا مفلح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ملعونك بسالفتك هذه، علمتيني أجوز ما ألم اللي حسيت فيه وأنا بعيد عنك. ما تقدر تتخيل قديش تذكرتك، تمنيت بدومك بالحال لجل تخلصني من اللي أنا كنت بيه. أبشري يا شمع أبشري، بس حاد شلون تقدم لك فيه وانت تقول انه عمش وحرمته ودهم اياش لولدهم سلامة؟ انت ما عليك، جيب جاهتك بالأول وبلكي الله أكرمنا سوا وكل منا يشوف نصيب. قولتك أنا غياب يومين بس عنك وراجع بالجاه إن شاء الله. ودك شيء؟ ودي سلامتك. الله يسلمك، نسلم عليك. بمان الله. جيتي؟ وانت ويش شايفة؟ شايفة انك ما تسمعي الكلام زين. وانا ويش سويت؟ انا ما قلت لك لا توخري على الغدير. ما توخرت كثير، واللي وخرني يومرت عمي اني غسلت شعري ونظفته، وانت تعرفي اني صار لي زمان ما نظفته. لقيتي حجة يعني؟ زين انا افهمك وافهم اللي ببالك بعد، وحب أطمنك إنه خوك ما عاد له وجود بالديرة أبد، غادرها وما عاد يرجع، تراهن رجع أرجال له بالمرصاد، وما ظن يشوف طيب لو عود الهان مرتين ثانية. وأنا طمنك إني ما عدت أفكر بهالأمر،
أنا نسيت وراضية بنصيبي. زين، أحب أسمع هالهرج منك دوم، ونصيبك معروف بالأيام الجاية. وانا اقول يا مفلح ان نضل قدامنا غير نضرب الحديده وهي حاميه ونزوجهم ونخلص هالامر كله. وانا رايي من رايك يا جازيه، بس عاد هم وحيد بعده هالظهري هو اللي يوخرني. وش هو راي البنيه يا جازيه؟ راي البنيه رايها ما هو مهم. شلون عاد يا جازيه؟ حنا امرنا مفضوح قدام العشيره، حيث انه يوم طلبنا البنت ببيت اخوها قدامهم رفضت. لعاد هذه مشكلة انت لزوم تحلها، وهذه البنت موجودة تحت يدك وتقدر تقنعها. زين احاول. انا ناديها لك الحين. ها خالها الباكر. قلت لك الحين يا مفلح. زين زين خلها تجي. زين زين تعال معي يمه، تعال. قومي عمك ودياك. أقولك قومي عمك ودياك، ما تسمعي؟ نعم يا عمو. تعالي يا بنيتي يا شمة، تعالي قدي بحدي، أريد أسولف معك. خير يا عمو. ترجمة
أنا أضمن لك إن سلامه ينصلح حاله، وأنت العاقلة تركزيه وتمشيه على الطريق المستقيم، وبإذن الله ما تشوفي ضيم وأنا ما أجود. وش قولك الحين يا شمة؟ ما أدري وش أقول لك يا عمي. لو ما كنت قادرة على الجواب الحين أخلك يومين ثلاثة تفكري، وش رايك؟ زين، أريد أفكر كم يوم. وش لزوم التفكير هذا يا مفلح؟ حق البنية يا جازية، الرفض والقبول حقها بالشرع. زين، تعال نشوف التفكير هذا لوين وده يوصل، وعساه ما يكون بعيد عن اللي ودنا إياه. رايك يوبا توافق علي؟ قول ان شاء الله، بس بالاول ودي اياك تركز وتعقل. وش اسوي يوبا؟ تراني من اليوم وطالع من ايدك هذه ليدك هذه. دوم اسمعك تقول هالهرج وما تسوي بي. انت علمني يوبا وش اسوي، هو انا ارد عليك. الاوله بدي احس انك تدير بالك على مالنا وحلالنا وتحسن اخلاقك مع الرعيال. صار يوبا صار. والثانية ودي اياك تدير بالك على بنت عمك وتسمعها الهرجة الزين، ما هو الهرجة اللي يغث البال ويزعل. صار يوبا صار. ابو سلامة، علامك جازية، جاك الضيوف. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، تفضل يا هلا، تفضل يا هلا يا هلا يا هلا ورحب يا هلا ورحب، تفضل. السلام عليكم. يا هلا ورحب يا هلا، تفضل تفضل يا هلا ورحب، تفضل يا هلا. يا رب يا رب عونتك يا رب يا رب، يسر أمري يا رب، أنت اللي تدري بحالي.
تدري بكل اللي صار لي. يا رب عيني على ما بلاني. أنت الكريم الرحيم يا رب. يا هلا بالربع. يا هلا ورحب. حياك الله. شيمتكم بينكم. عند عمك ونهار. تفضل. بس يا رب. زين زين يا الربع. قولوا حاجتكم وإن شاء الله إن قدرنا عليها نقضيها. سترك يا رب وعونك لأجل هالرجل الغريب. الصحيح يا الربع طلبكم على العين والرأس ويشرفنا، لكن عاد لو جيتوا قبل هيك حيث انه البنية مسمية الولد عمها هذا اللي تشوفوه قدامكم، وما اقدر انا اقول ما بين نصيب ولدكم عندنا ونتمنى له النصيب بوحده ثانيه وبنات العرب كثيرات. اشرب يا وليدي اشرب. بالهنا والشفا ان شاء الله. الله يهنيك. الحمد لله على سلام. الحمد لله. الحمد لله على كل شيء يا عمي. يستاهل الله الحمد. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله اللي ارسلني لك يا وليدي، وهذه نعمة من الله وفضل كبير، والله يجازي الناس بالمعروف. استرح يا وليدي استرح ونم. عاد ودي شرب حكي علينا يا شمة. علامج أنا وين سويتك؟ بعد كل اللي سمعناه وتقولي وش سويتي؟ الحين فهمت خربتك. الحين قلتي وديش تفكري تاريش منتظرة قدوم اللي جم يطلبونك. ما هو هذا اللي ببالك؟ أنا مرتمي ما سويت شيء. أسكتي ولا كلمة. انكشف سرك وظهر كل اللي تخفيه بنفسك. علامج يا جازية وش فيه؟ فهمت الحين ليه شمة تونت بالجواب؟ موافقت على الجيزة من ولدك سلامة؟ تراها مربطة وتفكر بواحد ثاني. لا تظلميها يا جازية، الجماعة جو مثل ما تساوي الناس. لا ما صدق هالهرج، هذه خبيثة وخبثها ما يخفى عليه. ودي أوريها، ودي أكلها بسنوني. الحين أوريك. الحين أوريك. يا حرمة. دشريها. دشريها لا تأذيها. زين. لكن يكون بعلمك من باكر تعلن لكل العشيرة إن سلامة وشمل بعضهم ودك تزوجهم بالحال، تفهم؟ خلص خلص أنا ودك شي يصير. يا ولد يا ولد قم قم يا ولد قم قم استند على ظهرك اشرب نقوع العشبة هذه وإن شاء الله أن الله يكتب لك فيها الصحة والعافية وتسترد صحتك. اشربها يا ولد اشربها ولا تخلي بها شيء، اشربها كلها. والنعم بالله مقسم الأرزاق وموزع النصيب ومرسل العون للناس. والحين قل لي يا وليدي عساك تحس بالأمان بهالمكان
الأمان بالله يا عم. والنعم بالله يا وليدي. الحين نام مرتاح، وباكر بإذن الله نسولف بأمرك إذا تحب نسولف فيه. الظاهر أن أبواب الدنيا سكرت بوجهي وما ظل له طريق أسير عليه. زين، هم ودهم إياني هتزوج سلام. زين، هتزوجوا، لكن يشهد علي ربي إني غير أوريه ووريهم الويل. عز الله ما خلي لهم يوم هني، ولا خلهم يحطوا بثمهم لقمة هنية. كل يا ولدي كل، الحمد لله يا عم، ما ظل لي حيل الطعام. أنت من البارح اليوم وأنت تطعم بي. كل يا ولدي كل، هذا طير يسر لي الله الصبح وصدتها، كل تراها حلال. خلاص يا عم، خليها لبعدين. صدقني أنا شبعت. زين، نخليها لبعدين. والحين قل لي، وش أنت ناوي عليه؟ الصحيح يا عمي، أنا ما أفكر بشيء غير بأمي. أنا عارفها زين، العالم الله شلون قلبها الحين يغلي علي. وكل همي يا عم أن أعود لها سالم غانم من غير ما تأذى من أحد. عين خير يا ولدي، وإن شاء الله بعد ما تتعافى أدلك على طريق آمن يوصلك لديرتكم بالسلامة. أنت يا عم تعرف ديرتنا اللي قلت لك عنها؟ الحمد لله يسر لي المعرفة، وما طلعت بالدنيا غير بيها. والله يعيني إن شاء الله أقدمها لكل محتاج. بارك الله بيك يا عمي. الصحيح أنا عندي سؤال، إذا ما كان هذا الشيء يضايقك. اسأل اللي ودك إياه يا ولدي. أنت يا عم ليه عايش هان لحالك؟ إيه يا ولدي، هذه سالفة طويلة وما أقدر أسولف لك بيها وأنت بهالحال. وكل همي هالحين أنك ترجع لأمك تطمئن عليها وتطمنها عنك، وهذا كل همي. وإذا الله أراد والتقينا نسولف باللي تريده. صدقني يا عمي، أنا عندك حسيت بشيء غريب عمري ما حسيت به بحياتي كلها. عسى اللي تحسه خير يا ولدي. وكاد كل خير يا عمي، كل خير. عندك يا عم حسيت بالأمان، الأمان يا عمي، الأمان نعمة صارت نادرة علي. تقول الصحيح يا ولدي، عز الله أنك تقول الصحيح. يا شمع، ليه ما تردي؟ ودي اكمل خض اللبن. ليش رش من الشغل؟ وشلونك اليوم؟ انت شلون شايفتيني؟ ايه يا شمع، أنا طول عمري أشوفك مزيونة وتستاهلين الخير بعد. قومي تعالي معي أوريش هالشغيلة. قومي قومي تعالي 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 يما تعالي. اقعدي اقعدي هان، اقعدي يا شمة. إذا أنك معتجلة الرحيل يا وليدي، خذ الزوادة هذه معك. وليه هالغلبة يا عم؟ ما بيه غلبة، الزاد ضروري، الطريق طويلة وكاد تحتاجه. بارك الله بيك يا عم، والله ما داري وشنو يرد لك جمايلك. انت غمرتني بكرمك وطيبك. اللي قدمته لك يا وليدي ما هو مني، هذا من كرم ولطف رب العالمين. وان بغيت شيء في يوم من الايام ترى عمك حماد الطالب موجود. وش قلت يا عم؟ خير يا ولدي، انا قلت شيء غلط؟ لا حاشاك من الغلط يا عم، لكن أنا طول هذا المدة عند الشيخ حماد الطالب وأنا ما داري عن حالي. أنت تعرفني قبل هيج؟ لا بلا يا عم، أنا ما أعرفك بالوجه،
لكن سمعت عنك كثير، وبيوم من الأيام كنت محتاجك كثير، دورتك وما لقيتك. خير يا ولدي، وبيش كنت محتاج لي؟ تعالي شوفي، شوفي يا شمع، شوفي وش جبت لك. الحين أوريك، الحين شوفي. تدري المن هذول؟ المن يعني؟ هذول لك يا شمع. لويش؟ شلون لويش؟ انت عروستنا الغالية، وانت تظني ان سهل كل هذا؟ واكثر يا حبيبتي، واكثر. انت بالاول بنتنا، وبعد انت عروسة سلامة الغالي، وانت بعد غالية، وكل شيء بهالبيت لج والسلامة. زين يا جازية، هذا الشيء يواتيني، وافق اللي ببالي، ولا خطط له بالايام الجاية؟ علاء مش ساكتة يا الغالية؟ لا لا ما بي شيء، بس كنت أدري أدري وش اللي ببالك. أدري إنك مستغربة لأني كنت أزعلك بالأيام الماضية، لكن تطمني أنا الحين ودي أرضيك وطيب خاطرك. ها وش قلتي؟ زين فهمت السالفة وعرفت وش هي مشكلتك، لكن اللي أهم عندي من كل شيء إنك ترجع لأمك تطمن عليها وتطمنها عنك، وهذا عندي أهم من كل المشاكل. يعني ألاقي الحل عندك يا عم؟ وكل الله يا وليدي، وما به مشكلة بهالدنيا إلا ولها حل إن شاء الله. وتكون رهف حليلة لي؟ هذا الأمر نبحثه بعدين، ومثل ما قلت لك يا وليدي روح لأمك ويصير خير إن شاء الله. بارك الله بيك يا عمي، بارك الله بيك. صحيح أنك حييت قلبي وصار لي أمل بالدنيا أعيش من أجله. بخاطرك يا عم. أمان الله يا وليدي.